أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بالتنس والحدث في القيروان هو تواصل فعاليات الدورة الوطنية المفتوحة للتنس اللي تدور بتنظيم نادي التنس بالقيروان بالتعاون مع الجامعة التونسية وبمشاركة فرق من مختلف جهات الجمهورية ومجموعة من الفرق العربية على غرار الجزائر وليبيا. أكثر تفاصيل على الدورة هذه ونتائج اليوم الثالث ناخذوها مباشرة من عند المدير الفني لنادي التنس بالقيروان ماهر البوغنيمي. ماهر مساء النور ومرحبا بك على موجات الحياة FM. مرحبا بك ومرحبا يا اخويا مستمعين اذاعه الحياه فين. دونك ماهر، اكثر تفاصيل على الدوره الوطنيه المفتوحه للتنس، اكيد تعطينا تفاصيل المشاركه الفرق اللي قاعده تشارك ونتائج اليوم الثالث وخاصه المستوى الفني للدوره هذية والاهداف من تنظيمها. اليوم كما تفضلت وقلت، اليوم الثالث من الدوره المحليه للاكابر لنادي القيروان. الدورة الأخيرة قاعدة تدور في ظروف طيبة، اللاعبين، المسؤولين، المدربين، الأولياء زادة. بالنسبة للنتائج اليوم، بدينا بالأدوار الربع النهائية في قلوا نحن الماتشويت نتاع الصباح. عنا يوسف الحمزاوي لاعب مدرس بالقيروان، للأسف انسحب أمام اللاعب الليبي بنتيجة 6-4 و7-6، فيما تمكن اللاعب ريان برقاوي بالترشح لدور النصف النهائي أمام زميله اللاعب نادي القيروان مهدي بن سلامة بنتيجة 36-36. وإن شاء الله العشية لعبة نادي القيروان أميمة النابتي واللاعب بطل نادي القيروان عمر الحمزاوي وفتني فوز، باش ان شاء الله في العشيه يبداو الماتش نتاعهم في الادوار الربع النهائي، وان شاء الله يتمكنوا باش يترشحوا الادوار النصف النهائي. بهذا على مستوى النتائج نتاع اليوم الثالث. ماهر، المستوى العام للدوره مهم جدا، اكيد مشاركه فرق من خارج تونس على المستوى العربي، نلقاو فرق ليبيه وجزائريه، وهذا بدوره يمكنكم انتم حتى كفنيين من تحسين المستوى الشخصي نتاع الملاعبيه واللاعبات مشاركين في الدورة هذه. صحيح، لاعبين من الجزائر وفما لاعبين من البلد الشقيق ليبيا، منهم لاعبين الحقيقة انبهرنا بالمستوى نتاعهم، فما حتى لاعبين شاركوا في البطولة العربية للناشئين اللي صارت جمعة اللي فاتت بتنظيم الجامعة التونسية للتنس، والحقيقة مستوى عالي للاعبين هذوما ومنافسة شديدة، معناها كوسوسوا بين بعضهم ولا حتى ما بين اللاعبين نادي القيروان واللاعبين الأندية الأخرى. والحقيقة ندعو كل محبين رياضة التنس باش يتفضلوا بحذانا ويجيوا يتفرجوا معناها في اللي ماتش ويشجعوا معناها الصغيرات نتاعنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لوليداتنا في الدورة هذه، وعلاش لا في آخر الدورة يكون عندنا متوجين من نادي القيروان. واضح، مشكور جدا ماهر البوغنيمي المدير الفني لنادي التنس بالقيروان على كافة التفاصيل هذه، واكيد احنا الحياة فيها مازلنا في مواكبة للدورة هذه وخاصة نتائج اليوم الختامي. نعاود نذكر احباء التنس بامكانهم اكيد الالتحاق بالنادي ومتابعة جميع المقابلات في الفترة الصباحية والا الفترة المسائية في اطار الدولة الوطنية المفتوحة للتنس بتنظيم نادي التنس بالقيروان. منتخبنا التونسي الأصغر يوصل مشاركته في كأس العرب لأقل من 17 سنة في مدينة وهران الجزائرية، وبعد إنهاء الدور الأول في المرتبة الثانية غدوة منتخبنا باش يواجه البلد المنظم المنتخب الجزائري في الدور الربع النهائي بداية من 4:30 متاع العشية بتوقيت تونس. إلى برنامج مقابلات الدورة نصف النهائي من كاس تونس لكرة القدم اللي باش تلعب نهاية الأسبوع الحالي على زوز دفعات نهار الجمعة 2 سبتمبر 6 متاع العشية في الملعب الأولمبي بيرادس. اتحاد بن قردان يستضيف مستقبل المرسى، ونهار الأحد 4 سبتمبر 6 متاع العشية كيف كيف في الملعب الأولمبي حماد العقربي بيرادس مباراة النادي الإفريقي مع النادي السويقسي. بالنسبة للتحذيرات، الكلوب يواصل تمارينه في حديقة الرياضة بإشراف مدربه الفرنسي بيرتران مارشان. ذكر أنه تشكيلة فريق بيبي جديد ممكن برشا تشهد غياب الثنائي آدم قرب ويوسف سنانة بسبب عدم تعافيهم الإصابة إلى حد الآن.
في المقابل السياسي سيواصل تمارينه في ملعب الطيب المهيري. جميع الملعبية باش يكونوا على ذمة الإطار الفني على غرار الثلاثي الأجنبي العراقي حسين علي، الموريتاني إسماعيلي دياكيتي والغيني نابي كامارا. مستقبل مرسى بدوره وصل طرابلس التحذير المغلق في الحمامات بإشراف مدرب سفيان الحيدوسي. نذكر أنه طرابلس فريق لقناوية يدور بمشاركة 23 ملاعبي باش يتواصل حتى لنهار الجمعة موعد مقابلته ضد اتحاد بنقردان في دومي فينال كأس تونس. في اخبار الميركاتو، الاتحاد اللامونستيري اعلن تعاقده مع لاعب فريق هاماربيا السويدي عزيز الحرابي بعقد لمدة 3 مواسم. ملاعب بعمره 19 سنة ويشغل خطة مهاجم رواق وينتمي للمنتخب الاولمبي التونسي. الشبيبة القيروانية تواصل تحذيراتها في ملعب حمد العويني بإشراف الثنائي حافظ لهويربي وخالد الجيزاني بمشاركة الملعبية الشبان من أبناء النادي في انتظار التحاق المنتدبين اللي مازالت عقوده متواصلة مع جي اس كا من الموسم الفارط على غرار أحمد الفزاني نذير عبد بي والياس المجري. نكمل مع الرابطة الثانية، والهيئة المديرة لقوافل القفصة أعلنت تعاقدها مع المدرب لطفي جبيلي لتدريب القوافل في الموسم القادم واللي باش ينطلق في مهامه جديدة بداية من الأسبوع القادم. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على الكره الطايره. منتخبنا التونسي وصل مشاركته في بطوله العالم بولندا وسلوفينيا 2022 وبعد انتصاره على بورتوريكو في الجوله الاولى وهزيمته امام اوكرانيا في الجوله الثانيه، اليوم منتخبنا التونسي باش يواجه نظيره الصربي بدايه من 4:30 متاع العشيه بتوقيت تونس في مقابله الجوله الثالثه. في كرة اليد، الجامعة التونسية تقدمت بطلب رسمي من أجل تنظيم بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية أكابر وكبريات لسنة 2024 إلى جانب طلب تنظيم بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية الصغر وصغريات 2025 في انتظار إعلان الاتحاد الدولي للعبة عن الدول اللي باش تفوز باستضافة المسابقات المذكورة. في التنس، لعبتنا التونسية أونس جابر المصنفة 5 عالميا تواصل مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. اليوم سفيرة السعادة باش تكون في مواجهة اللعبة الأمريكية إليزابيث مانديليك المصنفة 144 عالميا بداية من 4:00 PM في مقابلة الدور الثانية. خارج تونس، وفي أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية في الجولة الخامسة من البريمير ليج الإنجليزية، 7:30 الأرسنال مع أستون فيلا، كيف 7:30 مباراة المان سيتي مع نوتينغهام فورست، 8 غربعة ويست هام يونايتد يستضيف توتنهام وسبير، و8 متاع الليل مباراة ليفربول مع نيوكاستل يونايتد. في الجولة الرابعة من الكالتشو الإيطالي سيريا، أهم وجهات اليوم 5:30 سندوريا مع لازيو روما، 8 غربعة اليوفي يستضيف سبيزيا، وكيف في نفس التوقيت 8 غربعة مباراة نابولي اللي يلعب ضد ليتشي. في الجولة الخامسة من مسابقة الليغ آن الفرنسية، 8 متاع الليل أولمبيك مارسي في مواجهة كليرمون فوت، 8 متاع الليل تولوز يستضيف البي اس جي. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساعد الرياضة على تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة بالإضافة لتقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض. هذا كل معنا في أخبارنا الرياضية، أجمل تحيات سيدة ترابلسي ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضية.